نقطة. ريح سمعان، استمعني بلازم عليك. تعال تعال اقعد يا اسكندر، تعال نقعد. ايه انت لسه قاعد بتكتب؟ تقدر تقول لي التفاهم كله هتكتبه دي؟ انت كنت عايزني في ايه؟ انا مالي الصالح، ابوك هو اللي عايزه، قال لي روح نادم على سمعان وخليه يحصلني على الزريبة. طيب طيب انا جاي معاك اهو. يوه برضو ما جاوبتش على سؤالي، انت فاهم كله هتكتبه دي انت؟ صحيح انا دلوقتي مش فاهم اللي انا هكتبه، لكن هيجي اليوم اللي هفهم فيه. خش 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 يا خليل. ازيك كده برضه يا سمعان؟ تسيب البقرة تولد لوحديها؟ أنا قلت يا أبوي أسرح بالغنمتين عقبال ما ياكلوا، وكنت حاجي أحش البهايم وأطل على الزريبة. وما البقرة الحمراء فيها؟ البقرة الحمراء عشر يا أبوي، عشر، وأنا رابطها في الزريبة القديمة. خلي بالك يا سمعان، ده مالك ومال إخواتك رعي. ربنا موجود وبيرعى الكل يا أبوي. Thank you.
والهرب كيف يا ابو ندراوس؟ بالصوم والصلاة يا سمعان. ايوه يا جود سابونا، انا عايز اقعد معاك في الدير. انت جاي هربان ولا عايز تترهبن؟ انا عايز اقعد معاك في دير الانبا سمويل. اسمع يا سمعان، انت دلوقت تقوم تدور على جلاية فاضية تبيت فيها، وباكر بمشيئة ربنا هكلم لك ابونا اسحاق. بس خلي بالك يا ولدي، دير الانبا سمويل دير مهجور، يعني الحياة فيها وعرة قوي. عايز تترهبن، عايز تترهبن وتروح الدير وتسيب ابوك وامك واخواتك البنات يا سمعان. يا ابويا اسكت اسكت، ما تتكلمش واصل قدامي. جايبني هنا لياب عرضك يا ولدي، دنيتك اللي هتعيش فيها لازم تحس بيها بعطشها وبفرحتها لما ترويها. عرضك يا ولدي ولا احسن ورد في الدنيا. ها عمرك شميت في حياتك ريحه اجمل من كده؟ الارض دي كريمه يا ولدي، قد ما تديها تديلك. الأرض طاهرة زيك أنت كي بالظبط. يوم ما الدنيا تبخل عليك يا سمعان، روح لأرضك يا ولدي وملي عينيك بجمالها واملى صدرك بهواها. عارف يا سمعان يا ولدي، أحلى حاجة هتشوفها في حياتك جدي لسه مولود، تلاقيه طاهر وبريء. لو في قلبك هموم الدنيا تنسى كل الهموم وتلاقي نفسك بتضحك. عارف لما الواد اسكندر بيجيلي يقول لي بقرة ودت ولا معزة ودت، ياه بحس إن اليوم مبتدي بخير وبركة. عارف يا ولدي ابوك لسه بصحته، بصحى بدري من نجمه. انا مش عارف ليه البهايم غاويه تولد بالليل، جايز خايفه على ولادها من النور. بيقولوا النهار له عينين، وانا خايف عليك يا ولدي من عيون النهار والناس. عارف يا سمعان، يوم ما اتولدت كنت اقعد ابص لك ويصعب عليا نفسي لو عيني تغفل، مع ان النوم طعمه حلو، لكن البصه ليك يا حبيبي احلى بكتير. سمعان البكري، واه انت بتقول ايه؟ صحيح ربنا اداني من بعدك كل خلفتي بنات، بس انت سمعان، سمعان البكري. انت جيت يا ولدي غيرت اسم ابوك في البلد، ما بقيتش خلاص الخاجح حنين، بقيت ابو سمعان. كل ابو شحاته النهارده
عارفة غلاوتك عندي وتقول لي أبو سمعان. عارف الواد إبراهيم الكلام لما يكون عايز حاجة ما يقول ليش يا خواجه حنين، يقول لي أبو سمعان بوفيله طلب وزيادة. أمال إيه؟ أوعاك يا سمعان لما تكبر وريشك يشتد تفرد بجناحك بعيد عني، يوم ما حطير يا ولدي حيطير قلبي معاك. سمعان يا ولدي راجل، راجل اسمه سمعان. ولدي سمعان شكله جميل، ولدي سمعان حافظ الانجيل، ولدي سمعان راجل كبير يكبر وياكل قمح وفطير، ولدي سمعان غلب الشيطان، ولدي سمعان غلب الشيطان، ولدي سمعان راجل كبير، راجل كبير، راجل كبير. يا ودي ده كله يلا يا زاهر شوفه حلو يا حبيبي. شايف امك عجزت وبطلت يا سمعان، شايف اخواتك قاعدين مش شايلين هم حاجة، عارف ليه؟ عارفين، عارفين ان في راجل يعتمدوا عليه، راجل يا سمعان. قوم يا بنتي مع اخواتك. انا خلاص يا سمعان بطلت يا ولدي، ما عدتش قادر عالشغل، عشية وقعت في الزريبة قعدت أصرخ وأقول فينك يا سمعان، فينك يا ولدي، فينك يا سندي، تعال الحقني. بكيت، عارف يعني إيه بكيت يا سمعان؟ وقمت. أوعك تسيب أبوك يقع تاني يا سمعان. خواجة حنين يا خواجة حنين الحق، عشرين عشان تبدأ أسبوع الفات من الأسين ماتوا كلهم. شفت يا سمعان وعايز تهملني وتمشي؟ يعني لو كنت مراعي الزريبة كنا خسرنا كيف؟ اخرتها يامه اللي مشاها في الاول يا ولدي قادر ينهيها بمعرفته. قال لي مخنوق يامه، حاسه بيك يا ضنايا، حاسه بس ساكته. بوك وانت عارفه، وانت امي اول ما ابتديت تمشي خدك معاه، خباك عن الناس كلاتها، أخلاش حد يقرب منك حتى عني. كنت فين وقتيها؟ ما كنت شايفك، كنت واقفة جنبه ولا واقفة وراه؟ اللي بيوقف ورا هو اللي بيسند يا ولدي. واني ميت هتسنديني يامي؟ ربنا هو اللي سندك يا ولدي، انا عارفك دي من اول بصه في عينيك وانت لسه وليد، وابوك عارفك دي، عارف ان ربنا واقف معاك
وسندك وعاوزك تبقى معاه. الأبكار يا ولدي في العهد القديم بيبقوا من حق ربنا، وأنا أبوك عارفين كده، بس إحنا بشر يا ولدي. أعذر أبوك يا سمعان، أعذره، ده أنت اللي طلع بيك من الدنيا يا ولدي. عارف يا سمعان اللي بحسدك. هتحسدني على ايه يا اخوي؟ النعمة اللي انت فيها دي كلها وبترفصها برجليك كمان. بقول يا اسكندر. قول يا اخوي. ما تخلينا اصحاب احسن. امال احنا ايه؟ ما احنا اصحاب. وما دام احنا اصحاب يا اسكندر يبقى فضك من السيرة دي، ها؟ وشوف لك سيرة تاني. لا ما شايفش، لان ما عرفش تعمل كده ليه. أبوك ما هوش راجل قليل في البلد يا سمعان، ده أنت عندك أرض كد عينك ما تجيب. النفر في بلدنا يفضل يشقى طول عمره عشان يبقى عنده جراد طين. طب ده أنا جد الله يرحمه كان عنده معزة عرف أبو شحاتة، كان يمشي يتجمع كأني عنده الأبعدية. وأنتوا باسم الصليب عندكم مواشي ما تتعدش، قوم عايز تفوت كل ده وتروح تقعد في الصحراء. الرهبة أنا مش قاعد في الصحراء يا اسكندر يا أخوي. أمال الرهبة أنا إيه في وجهة نظرك؟ الرهبة أقول لك إيه، ما هتفهمنيش. وحتى لو تبعت كلامك وقلت إنها قاعد في الصحراء، أنا لا هم في الاتنين. أنت قاعد فين ولا أنت قاعد مع مين؟ قاعد فين وقاعد، المهم إني قاعد. ما تبطل تركز دي في الكلام، أما أسألك سؤال تجاوبني على طول. يوه طب أقعد أقعد بس يا اسكندر أقعد. أه خبر إيه عاد؟ أنا قصدي أقول لك إن أنا لما ببقى في الدير، قصدي في الصحراء زي ما انت عتقول، ما ببقاش قاعد لوحدي، بيبقى ربنا قاعد معايا. طب ما ربنا موجود في كل مكان، يعني واني قاعد في الغيط ربنا ما بقاش معايا؟ لا طبعا ربنا بيبقى معاه، بس اللي هم يا اسكندر ان انت تبقى معاه. اني في الدير ما فيش حاجه هتشغلني عن ربنا، لا غيط ولا زريبه ولا حتى ابوي ولا امي ولا اخواتي. انا يا اسكندر مكاني مش هني، انا قاعد في مشحاته غريب، الميه اللي حدايا مش روياني. انا عطشان يا اسكندر عطشان، عايز اقعد جنب النبع الحي. هقول لك ايه يا اسكندر، اسمع يا اخوي، في زرعة قصب تقدر تحيا من غير ما تكون غرقانة في المية. لا أنا كيه زرعة تانية مش أحسن ولا أقل منك، لا، بس أنا زرعة تانية ربنا خلق لي كيه. هقول إيه، مكاني مش هنا، أنا مكاني هناك.
اسكندر. استير. نعمين يا حنين. قولي لي يا ابو سمعان. نعمين يا ابو سمعان. انا هملت في البيت ولدي. كلام اهدي. طب دي ابو شحاته كلاتها بتحكي وبتتحاكى عن ربايتك لولدك سمعان. طيب انت هملت في البيت ولدك وخدت بالك من البنات؟ اهني يا ابو سمعان. طب دي البنات السبعة كلاتها كوم وسمعان واحدة كوم تاني. امال خارج عن طوعي ليه؟ كيف النعجة الشال ده رامح لوحده؟ كل ما نفسي يتضايق اصرخ اصرخ واقول يا عذراء. سلام الرباية. سلام الرباية. اقول يا رب. مالك يا ستير؟ هتفضل يقف لحنك كده؟ وماله؟ انت بقالك سنين قافله، ما بقاش حالتك غير البكا، بقيت زي العيال تبكي عشان الناس تعرف ايه جواك ويحسوا بيك. في يوم سألك مالك وفضفضتيله. سلاح دلوقتي ما اقدرش اسكت. لا لا ما تسكتيش يا ستير، تبكريكي حيفارق حضنك. طب ما ابو وقف له، بس مين اللي حيمنع؟ مش عارفه. اسالي نفسك، حضنك ما قالكيش من اول يوم ان الولد ده حيجيله يوم ويطير؟ عاوزه توقفي قدام ربنا؟ استسمحي ستك ام النور وقولي لها انت امه لدي ماله. أنا ما قدرش خلاص يا جود سابونا. لو جالك بوي قول له سمعان ما جاش، واني أنا عندس في أي جلاي. وبعدين معاك عادي يا سمعان، اللي بيشتهي الرهبنة يبتديها بالكذب. يا بوي البهايم كلها ماتت، ما بقاش فيها عيال. البهايم تتعوض يا ولدي، امر ربنا حنعمل ايه؟ سمعان، انت ايه اللي جابك هنا يا بيت؟ جايه لك عشان تحميني من اللي عايزين يقتلوني. اطلع بره بقول لك. مانيش ماشيه من هنا. اني هقعد هنا. قلت لك خوري كده تزغدني واني
هوني غوياك يا سي سمعان. قلت لك غوري غوري وجع في بطنك. لازم تنتز تحت الرجلين. ليه دي؟ البيت بتموت. اللي قاسي قلبك ايه يا سمعان؟ انا برضو انا برضو اللي قلبي قاسي. طب لو قلت لك عشان خاطر ام النور يبقى خلاص 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 قومي، بس اياك تعاودي للخصلة دي تاني، انا مسامح. سمعان يا ولدي، لما عرفت انك حتسيب الدار الدنيا ضاقت في عليا، نسيت انا بعمل ايه ونسيت رايح فين، نسيت حتى ربي، لانك ولدي سندي، انت اللي شايل اسمي. اقعد في الدار، خلي ابوك ينام مرتاح في تربته يا سمعان، عشش على اخواتك البنات يا ولدي. انا عارف انا عارف اني سايب لك هم جامد قوي، انما دول اخواتك يا سمعان. هتروح فين امك؟ ربنا يطولنا في عمرك يا ابو. انا سمعت كلامك للاخر، بس انا لسه ما اتكلمتش. انا يا ابوي نفسي اطير، نفسي اطير كيف ذكر الحمام الجبلي المحبوس في قفص اللي لابد له يوم ويطير يا ابوي مهما طالت قعدته في الاسر. والارض والزريب واموال ابوه من يراه؟ انا فاهم كلامك يا ابوي، انت محتاج واد يقف جنبك. واد؟ ما انت ولدي الوحيد. طب افرض ربنا يا ابوي اراد وادك واد غيري في السن ده وبعد الشيبه دي يا ولدي؟ طب رد علي يا ابوي، لو ربنا اراد وادك واد غيري عاد سيبنا روح الدير؟ ساعتها ابقى روح الدير زي ما انت عايز. اسمع كلام ابوه. Thank you.
ولدي. خلاص هتمشي يا سمعان. الوعد وعد يا ابوي. طب لو قلت لك فراقك هيموتني. الموت والحياة ملاش فيهم حاجة. هتسيب حضن ابوك بارد يا ولدي؟ كلنا متدفيين جوا حضن يسوع. طب بلاش عشان خاطرك، عشان خاطر امك، ولا ملهاش عندك عازة؟ معاها ام النور. طب واخواتك البنات؟ دنيتهم حلوة، كلتها بركة. اوعاك يا ابوي تفكر في يوم من الايام اني خرجت عن طوعك. داني كل حاجة عدلة فيا من كلامك انت وامي. ربنا اراد يا ابوي ان احنا نتقابل في الدنيا دي اب وابنه. خبري يا ابوي بعزلنا تقابلنا اصحاب. كتير بحس اني مش فاهمك، لكن بحبك يا سمعان. اشوف وشك بخير يا ابوي. يا عالم يا ولدي، يا عالم حشوفك تاني ولا لا؟ سلام يا ابو سمعان. أنا جاي لك هربان من العالم، عايزك تتشفع قدام عرش النعمة عشان ربنا يرحمني. أنا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي إني واقف على أرض أنت يا أبو مجار في يوم مشيت عليه. شفعتك يا أبو مجار، واذكر عبدك سمعان. اهلا بيك في الدير. بص يا سمعان، طول فتره اختبارك هتبقى في شغلك. طحن الدقيق وتخبيزه، نظافه الزريبه، واكل الدواب وشربها، وغيره وغيره وغيره. ولا ما شفتش بهايم قبل كده؟ ما شفتهاش. داني كنت عايش معاها يا جود سابونه. حاضر. خبر يا عاد، مالك يا سمعان؟ اوعاك كنت فاكر انك هربان من بيت ابوك وجاي تدور على الراحة. طريق الرهبنة صعب، مفهوش رجوع لورا. اشتغل واتعب، زل جسدك لحد الموت. اعمل ذاتك عشان تعيش روحك. سكت صوت جسدك عشان ربنا يتكلم. يا سلام يا أمة، دايما تقول الدقيق ده أطهر شيء في الوجود يا سمعان. أمة لونها أبيض، ريحتها نقية وفيه بركة، شوية مية بيحولوه الخبز. يا بختك يا سمعان، عتعجن وتخبز للرهبان. إيه وانت طول عاد، والخبز دي حاجة سهلة. إيه؟ طب دي المسيح ربك هو خبز الحياة. يا سلام.
بيرضى بيك تتعلم على ايديه. يا خبر يا ولاد، اني هقول له أنا اسمي عبد المسيح، برضيك على اسمك، هو صحيح مسعودي انما اني مجاري. لا ابوك عبد المسيح جد وما يعرفش الهزار، دم النور دبر الامور، عبدك معذور. ايه ده يا ابوي؟ كتاب؟ ايوه بس انا عايز اتعلم منك انت. اقرا اللي في الكتاب. انا قريت على جد يا ابوي. اقرا وانا هساعدك. فإذا بليت من أشرار الناس، فإذا بليت من أشرار الناس فعليك بالصبر وطول الأناة وإطاعة الله وانف عنك غرائز الوحوش، وانف عنك غرائز الوحوش، وتخلق بأخلاق أبناء الله، واكظم الغيظ، واصرف الغضب إذا كان على غير قصد الله لتتقي العذاب والعقاب وتنال عفو الله، بل عليك بمغفرة من يسيء إليك من عباد الله لتحظى بالصفح عن خطاياك من لدن الله. ايوه ابوي، بس انا عايز اقعد هنا في البراموس. ومالا يا ولدي، كلها بيوت ربنا. انا مش عارف يا ابوي، انا كنت فاكر ان بعد عن اهلي هو اللي هيخلينا نهرب من الناس. بص يا ولدي، خليك ماشي في طريقك زي ما انت، وحكايه هروبك من الناس دي امرها سهل لان الناس بتاخد بالمظاهر. بس في حاجه لازم تعرفها يا عبد المسيح، انت اتخلقت عشان تخدم الناس. اخدم الناس يا ابوي ولا اخدم ربنا؟ تخدم الناس في المكان اللي يختاره لك ربنا. حاضر يا ابوي. ايوه يا منور، شور على ولدك. اروح فين واجي منين؟ انا بحب اخواتي في ابو مجار، وفي نفس الوقت عايز ابقى جنب حبيبي وابوي عبد المسيح المسعودي هناك في البراموس. واني انا مش هسيبك الا ما تشور علي. مبسوط في البراموس يا ولدي؟ اهدر العذرة يا ابوي، ما انبسطش ليه؟ طب خلي الكلام ده دايما في ودانك، ان كان فعل الفضيلة واجب فكتمانها اوجب. ربنا معاك يا ولدي. Mm-hmm.
هتعملوا ايه في الاجازه يا ابائي؟ انا هقعد في كنيسه مرقسيه. مش مهم، دي اجازه قصيره وكلها كام يوم كده وهنتقابل تاني. حللني يا ابي. انت جاي منين جبر خريستوس؟ جاي من الخطاط يا اخوي. ازاي؟ انا شايفك طاير في الجو جاي علينا. بقى انت شفتني طاير يا حبش يا اسود؟ طب يا اخوي مانيش قاعد معاك. كيف راجع الدير ورايح ناحيه الخطاطبه؟ أبونا أبونا. أيوة أبونا. هو أبونا جبر خريستوس بقاله كتير واصل الدير؟ بقاله 5 ساعات. 5 ساعات؟ كيف كيف كيف؟ في حاجة يا أبونا مخائيل؟ ما في حاجة يا ولدي، ما في حاجة. الناس يا أبوي تعبان من الناس، ما قدرش اهرب منهم. حاسس بيك يا ولدي، الناس ما وراهاش الا المشاكل. طب وبعدين يا ابوي؟ طالما مشكلتك هي الناس، يبقى تشوف ايه اللي ما يعجبش الناس وتعمله. الناس دايما بتحب الرياء والنفاق، عايز المتهندم المتوضب عشان تتمسح فيه. يبقى الحل انك تدعي الهبل والعبط والجنون، هو ده الحل اللي هيخليك تهرب من المجد الباطل. مجد بيديه الناس، مجد غير حقيقي، كلام معسول في الودان لكنه سم قاتل، بيقتل الاتضاع والانسحاق. هو ده الحل يا عبد المسيح، اهرب من الناس، من أفعالهم، من كلامهم. وإذا ما قدرتش تهرب منهم خليهم هم يهربوا منك. هو لسه أبونا عبد المسيح المقاري ما جاش؟ لسه يا سيدنا، أول ما يوصل دخله على طول. حاضر يا سيدنا. يا سلام، بقى أبونا عبد المسيح في كل البركات دي، هو ده اللي ينفع يكون أب اعترافي. طب وليه يا يؤنس؟ ليه تكتفي بيه لوحدك؟ هو يعني عشان من تبطلك تقوم تحرم شعب المسيح من بركة الراهب العظيم ده؟ لا، أنا هرسمه أسقف. أيوة أسقف.
أبونا عبد المسيح وصل برا يا سيدنا. خليه يدخل حالا. تفضل. سلام يا أبونا عبد المسيح. تفضل تفضل اقعد. ازيك يا بركة؟ أنا سمعت كتير عن فضايلك وبركاتك. بركات مين يا ابن مرقص؟ ايه ده؟ معقول أنت مش عارف أنا مين؟ معقول مش عارف بطرك الكنيسة الأنبا يؤنس الـ19؟ معلش، يظهر إن حياة الصلاة والحبس الطويلة المستمرة بتخلي البنادم ينسى حاجات كتير قوي، حتى ينسى اسمه. اوعى تفتكر إن البطرك شخص مش محتاج للاعتراف. البطرك برضه عنده مشاكل وهموم كتيرة يحتاج يفضفض بيها الأب اعترافه. يبقى انت عايز تعترف انك متجوز؟ متجوز؟ انت بتخرف تقول ايه؟ ده كل الناس عارفين انك متجوز امي. لا ده انت زودتها قوي. طب هو الجواز عيب؟ طب مالي كمان عايز اتجوز؟ انت اكيد مجنون. امشي اطلع برا، اطلع برا يا مجنون، امشي. أنا قلت له أنت هتتجوز أمي. تم الكنيسة أمي وهو اللي هيرعاها، يبقى هو متجوزها. أهرب أروح فين بس؟ الناس عايزة تبعدني عنك يا رب، لكن أنا ما قادرش. أنا عايز أهرب من الناس وأنت لازم تساعدني يا رب. سامحني سامحني. حللني يا ابوي. الله يحلك يا ولدي. يعني فكرك كده يا ابوي؟ يا ولدي انت من يوم ما خبطت على باب الرهبنة خنقت كل فكر وإرادة شخصية، بعت فكرك واشتريت فكر المسيح، بقيت خروف مطيع ماشي كيف الراعي الصالح ميجودة. حتى لو الراعي الصالح دخل بيه وسط الديابة ما يخافش. اعرف دورك، انت خروف. عمرك يا ولدي شفت خروف رافع راسه لفوق؟ عارف الخروف بيبص في الارض ليه؟ بيبص على رجلين الراعي علشان يمشي وراه مطرح ما يروح. هو ده الاتضاع الحقيقي. المرعى فين؟ دي مش مسؤوليتك. ماء الحياة فين؟ ده مش دورك. خليك يا ولدي مطرح الراعي الصالح ميجودك، لأن هو قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين. عبد المسيح رايح مطاي تاني؟ ياه، سنين طويلة فاتت، طويلة قوي. قال كنت رايح تهرب من الناس. طب ادي ربنا ريد لك تبقى وسط الناس. شوف هتعمل لهم ايه، شوف هتفيدهم ازاي بعبطك. مكتوب لك ايه في المناهر يا عبد المسيح؟
مين يا ولاد البني آدم اللي عايز يمشي مع ربنا؟ هو اللي عايز يقضي اليومين اللي مكتوبين له على الأرض في سلام. ما الحياة يا ولاد زي سفر، سفر طويل حبتين. طب هتقولوا إيه في السفر من غير صحبة؟ تعب ومرار. لكن لا، المسيح كلامه حلو وصحبته حلوة، بتقضي على مرار العالم، بتخلي الغربة تهون، بتنسيه تعب السفر. وغلطان يا ولاد اللي هيطلب الراحة في السفر، لأنه مش هيرتاح إلا يوم ما يروح. كل واحد منه وهو مسافر ياريت يسند اللي ماشيين معاه في الطريق ويساعدهم. واعرف يا ولد إنك النهاردة عاد بتسند اللي ماشي جارك، وعيجي اليوم اللي هو كمان عيسندك، وتعدوا انتوا التنين طريق غربتكم في سلام. سلام يا ابونا. تعال يا مقدس حنة. تعرف اسمي يا ابونا؟ واسم ابوك كمان يواجيم على اسم والده ام النور. انت راجل بركه يا ابونا. تعال تعال اقعد جار. تعال تعال. بقول يا مقدس، بقى احنا هيبقى بينا عشره طويله، كلمه بركه والحاجات اللي زي دي مش عايز اسمعها منك تاني. حاضر يا ابو. الناس في المناهر هنيه ايه اللي لهيهم عن الصلاه المقدس؟ كل واحد بيجري على لقمه عياله يا ابوي، اللي زرع له حته ارض، واللي بيدور له على كلتين قمح يسد بيها حنك العيال اللي متعلقه في رقبته، واللي سرح له ببهمتين. لقمة العيش مرة يا ابونا. ايوه لقمة العيش مرة يا ابونا. ولقمة العيش دي مش من عند ربنا،
وربنا هو اللي بيتكسمها. ده ربنا خبز الحياة، يعني اللي عايز ياخد نصيبه منها يدور على ميزة تاني. قل لي يا مقدس، وانت ما تجريش ليه ولا رجمة عيشك؟ وليه يا ابوي؟ أنا والحرمة لقمة تكفينا. أنا مرتي حبلت ولا 10 مرات وما بيعش لهاش أولاد. هنقولي حكمة ربنا. ايه يا مريم، عودت للسهر تاني؟ اجيب لك تفطر؟ لو هتاكلي معاي هاكل. ماليش نفس. مالك يا مريم، لا اكل ولا نوم، بتعذبي نفسك ليه؟ ليه بتحملي نفسك فوق طاقتها؟ نفسي اجيب لك الواد اللي بتتمناه قبل ما اموت. هات هذا الكزوز في ايدك دي، اسكت احسن ما اوطى. حاضر يابا، هات هذا الكزوز، اسكت احسن ما اوطى. ها بتعب بالطوبة، هات هذا الكزوز في ايدك دي. تعال تعال تعال، قولوا لي عايزين فلوس؟ طيب واللي عايز فلوس مش لازم انا هيشتغل؟ ايوه اصلا نشتغل ايه؟ اقول لك في الاول عايزكم تقولوا ورايا، الرهب الاسود الشحات اهو. الرهب الاسود؟ لا لا لا، علوا صوتكم، عايزكم تقولوا بصوت عالي ورايا، الرهب الاسود الشحات اهو. الرهب الاسود الشحات اهو. كمان علوا صوتكم. الرهب الاسود الشحات اهو. عايزكم تدوروا في بلد كلاتها وتقولوا لهم الرهب الاسود الشحات اهو. الرهب الاسود. قولي اهو. علي صوتكم. بتضحك عليه يا ابونا؟ عجينا واد وهنسميه مكرم وهيبقى في المعموديه عجايبي. انا ما عاوزش وجع قلبي يا ابونا، كل واد هيجيني هيموت. فرحتي مخنوقة وقصصها البكر. أنا خلاص كملت الفرح وقلتك في الباب عشان أعيش مرتاح. تعرف أبونا، أنا عندك فين الفرح بيدي أحسن ما يقلقني من النوم على صوت جنازة. أعمل معروف يا أبونا، الجرح مكتوب. إحنا موضوع الخلفة دي إحنا قفلناها خلاص. ده أنا بشوف الموت كل مرة يا ناس، كأن الموت بيوريني وشه عشان يقول لي ولدي براحتك، عيالك بصيرهم لي. ما تزعليش، ما تزعليش يا مريم، ما تزعلش يا حنة. طب وست العاطر؟ هتخلف واد وهتسميه مكرم، وربنا عايدين العمر واحضر جوازه.
مساء الخير يا ولاد. مساء الخير يا. مساء الخير يا عم. من امك فين يا مكرم؟ طلعت فوق يا. وابونا عم مسيح فين امال؟ في اوضته جوا يا عم. ما تقعد تاكل لقمة. لا الف هنا انتو. اني هطل عليه قبل ما انام. تصبحوا على خير. أبونا أبونا أنت صاحي؟ أبونا هي امي قالت لك ايه الصبح انتوا قاعدين تتودوا جار الفرن؟ ولا حاجه. امال مالك يا اشتياق؟ مفيش. يعني ما جابتش سيره الخلفه؟ تبقى كلمتك. ايوه اشتياق، انا مش عايز اشوفك شايل الهم واصل. انت بيدك ايه؟ انا هبقى اكلم امي. لا اوعى تكلمها يا مكرم. حاضر، كلامك على عيني. يعني ما اقدرش على زعلك واصل. يا ما نفسي فؤاد يا ابونا. ربنا هيديك يا ولدي. مرتك حتبقى جاره وشايله وحامله. جاره وشايله وحامله. ايوه بنعمه ربنا. واولها واد زي الودي. خد ياه تعال تعال. يلا سلم على ابونا. بص يد. ربنا يباركك ربنا يباركك. يلا يا سلام يا رب، خلقت الانسان اجمل صنعه بايديك. بس يا خساره. خساره؟ ماله الواد ده يا ابوي؟ عايز جاله حاجه؟ لا يا ولدي مفيش حاجه. امال ايه اهمالك؟ زمنه يا ولدي زمنه هيبقى صعب قوي. زمن الاخوات هيعادوا بعض. الراجل هيبص المرة غير مرته. والنسوان والبنات والستات هيلبس لبس يغضب ربنا. زمن صعب. النجاح منه عايزه جهاد. يعني في ناس كتير هيضيعوا وناس كتير هينجيهم ربنا. والنجاح كيف؟ بالصوم والصلاة يا ولدي، بالصوم والصلاة. لأنه حتيجي أيام شريرة، أيام هيعيش فيها البني آدم محتار، عايش في ألم وحسرة. ها؟ هقول لك إيه يا ولدي؟ أيام صعبة يا ولدي. السلام عليكم يا حاج احمد. عليكم السلام يا ابونا. اتفضل اقعد. لا ما اقعدش. ليش؟ وانت كمان ما تقعدش. ما. خبري يا راجل بقول لك قوم من هنا. قوم قوم. اديني قمت يا سيدي. ايه طلباتك؟ يا راجل يا بركة. يا عطرة يا طهرة يا أم النور انجديني.
معلم جرجس. نعم. تعال عايزك، تعال تعال معايا، تعال. حاضر. يا ابونا عبد المسيح انت عاوزني في ايه؟ بقول لك ايه يا جرجس، عايزك تعدي الدرعة دي وتدور لي على الموسوسين. حاضر يا ابونا. ها يا جرجس لقيتهم. لا يا ابونا ما لقيتش حاجة. طب تعال تعال عشان تاخد اجرتك. تعال 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 تعال. اسم الصليب عشان الصليب. امشي. صلي لي يا ابونا، صلي لي يا ابونا. ربنا يبارك. كده يا رب افتكر البط اللي قعدت اصغط طول الصيام عشان نذبحه في العيد ونفرح بيها انا والعيال. يموت ليه كده يا رب؟ ليه كده يموت؟ اسم الصليب شط الصليب. مالك يا بيت؟ مفيش يا ابونا، افتكر البط مات ورميته على الكوم للكلاب تاكله. طب هو فين ذكر البط دي؟ ما قلت لك يا بوني مات ورميناه. طب جمه هاتي. زمان الكلاب كلاته. قلت لك جمه هاتي. بقول لك ايه، غطسيه بقى في ميه الترعه. حاضر يا بوني. دوسي عليه لغايه الميه ما تغطيه. اهو حاضر. دوسي عليه تاني. حاضر اهو. طلعيه طلعيه بقى، طلعيه وهاتي له خضره. ده ميت. قلت لك طلعيه وهاتي له خضره. قومي قومي يلا طلعيه. حاضر. لا 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 يا باشا، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا باشا؟ مش ممكن، انا عمري ما هبيع بالسعر ده ابدا يا باشا. ليه بقى؟ هو الجنطار يعمل كام النهارده؟ انا مش قصدي يا باشا، انا كنت بسال يعني. انا ما غلطتش يا باشا، انا كنت بتكلم عن حجي. نعم يا باشا مولانا، مولانا على عيني وراسي يا باشا. انا بس يعني كنت بقى موسى. أؤمر يا خواجة. خد السواق وروح لابونا عبد المسيح وقول له الخواجة يعقوب عايزك ضروري. أروح المنهرة دلوقتي يا خواجة؟ أيوة يا موسى، وما ترجعش من غير. حاضر يا خواجة. سلام يا ابونا. عايز ايه؟ مش رايح معاك. بس الخواجه يعقوب مأكد علي ما ارجعش من غيرك، واني ما اقدرش ازعله. معلش يا ابونا، ما احنا ملناش بركه غير الخواجه يعقوب برضك. قلت مش رايح. مش رايح يعني مش رايح. الحقني يا ابونا اعمل معروف. انا عارف. دول بيهددوني يا بون. قلت لك عارف يا خواجة عجوب. هو ما فيش غيره فاروق ابن نظلي. شش.
وطي صوتك اعمل معروف. ايوه فاروق، فاروق انا عارفه كرشه كبير عاوز ياخد جنينه من جناينك. وطي صوتك يا ابونا، الحيطان ليها وداد. ما تخافش يا يعقوب ما تخافش، هيجيب لك هناك ظابط هيدخلك من باب ويخرجك من باب تاني. اما الكبير قالي بعد اسبوعين عصفره على ايطاليا ويبيع هناك عيش وطعميه. ازاي؟ قال قول لي يا ابونا، ليه ساعات الواحد يحس انه كبير وانه مفيش في الدنيا غيره ويبقى هين عليه يزيح كل اللي قصاده؟ وخاف اقول اخواته كمان. ده يا ولد اللي هيسموه العمى بعد عنك، ده اللي هيعمله الشيطان ببني آدم. لو يقدر يعمي بصيرته يبقى كأنه قتله ودفنه ومشي في جنازته كمان. يا ابو أنا يا ما عيني عميت وافتكرت إن فيه ناس لو ماتوا الدنيا هتوسع بصابي ورزقي يزيد، لكن موتهم كان خراب على أولادهم وعلى بيتني كمان. الواحد من غير ناسه ما يسواش يا ولدي. روح يا ولدي، ربنا يحفظ لك نور عليك. ألا قول لي يا أبونا، أنت ليه بتستحمل إهانات الناس؟ عشان أنا يا ولدي راعي مش أجيب، أنا صاحب البيت مش عبد. وأبويا قال لي ده بيتك وكل الناس جايين عندك ضيوف، ومش معقول يا ولدي الواحد يطرد ضيوف. أنا سمعت يا أبونا إنك سايح. سائح للجا يسوع لا يهمك عطش ولا جوع، طعمك وخبز الحياة ويلويك ماء الينبوع، ويلويك ماء الينبوع، قول يا مقدس. يا سائح للجا يسوع لا يهمك عطش ولا جوع، طعمك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع، ويرويك ماء الينبوع، الخبز يجعله جسدا مقدسا خصمك.
منور ليه؟ ليه تكشف سري قدام الناس؟ دوركم على قسيس غيري، دوركم على قسيس غيري. انا ما حصلش في الكنيسه دي. اوعى، انا بخاطبك يا ابو النور، بخاطبك. سامحيني يا ابو النور، انا ما كانش قصدي. انا عملت كده عشان ابعد عن الناس. هو انا اقدر على خصابك ولا حتى زعلك؟ ما انت عارفه يا ام، الناس ما ورهاش غير الزحمه الكداب. ماني مش هيجيني نوم، امي غضبان علي. سامحيني يا ام. كيفك يا بونا لوجا؟ ايه نسيت ابو قعاد، طولت عليا المره دي. انا ما اقدرش اتاخر عليك يا بونا، انا قلت اما اعدي عليك قبل ما اروح مصر. يا سلام يا سلام على حنيه قلبك يا ام النور، ده هي اللي بعتك لي. امرني يا بونا. وانت ماشي ابقى فكرني، عشان وانت رايح مصر هبلغ رساله لابونا منصور في مصر عتيق. حاضر يا بونا. وحشني يا بونا قوي، وحشني كلامك. ابونا منصور زمانه جاي. وابونا منصور ما قالش جاي امتى يا ابونا مكاري؟ لا ما قالش يا ابونا مينا. اصلا انا معايا له رساله من ابونا عبد المسيح المجاري. يا ابونا عبد المسيح المقاري، هو فين؟ هو ابونا عبد المسيح المقاري لسه عايش لحد دلوقتي؟ ايوه يا ابونا مينا، ابونا عبد المسيح المجاري لسه عايش لحد دلوقتي وصحته كويسه كمان. طب هو فين دلوقتي؟ في المناهره. فين المناهره دي؟ في مركز مطاي في المنيا. ابونا عبد المسيح المقاري بركه صلواته معانا. هو قدسك تعرفه يا ابونا مينا؟ طبعا عارفه، عارفه كويس يا ابونا لوقا. ده انا خدت البركه واتلمست على ايديه لما كان قاعد في دير البراموس. ابونا مينا، انا عايز قدسك تكلمني اكتر عن ابونا عبد المسيح المجاري. بصراحه انا لغايه دلوقتي محتار في امور الراجل ده. ساعات احس انه اعجل انسان في الوجود، وساعات احس انه مجنون حقيقي هو مش بيمثل. ما تقولش الكلام ده يا ابونا لوقا. ابونا عبد المسيح قديس عظيم، بس هو واخد حكايه العبط دي حجه عشان الداره وراها، لحسن الناس يكشفوا سره ويعرفوا انه من الاباء السواح وبيصلي معهم دايما. في ليله كنت بعمل القربان، وابونا عبد المسيح كان قاعد معانا في دير البراموس. قمت بالليل عشان اطمن واشوف العجين خمر ولا لا. كان الكلام ده في نص الليل، وانا رايح بيت لحم. كان لازم اعدي في سكتي قدام قلايه ابونا عبد المسيح المقاري. ساعتها
ابونا عم مسيح جه هناك اهو. عجيب عجيب انت ابونا عم مسيح، شكلك مبهدل لكن الغنى مليك. انا حكلم افرحي والعين. كلامك اهبل وملهوش معنى، لكن في حكمه. شوف قديه جسمك نحيل، لكن قوة إيمانك تنقل جبال. ألي حكلل وفرح يوم العيد. شوف يا أخي قديه مكسور، لكن قديه بحس بضعفي قدامك. ألي حكلل وفرح يوم العيد. أنا لما بشوفك أبونا عم مسيح قلبي بينخطف وحس بالخوف. ألي حكلل وفرح يوم العيد. حكلل وفرح يوم العيد. أني حكلل وافرح يوم العيد. كيفك يا ابونا؟ أني حكلل وافرح يوم العيد. بيقول لك كيفك كيفك يا ابونا كيفك. أني حكلل وافرح يوم العيد. باين عليك هتموت يوم العيد يا ابونا. خلاص هتتنبأ يا شيخ إيليا. سلامتك يا ابونا، ربنا يطول في عمرك. يا مقدس ده بيقول لك إن هيكلل ويفرح يوم العيد، يعني هيموت يوم العيد. ما تزعلش نفسك يا أخوي، ما تزعلش نفسك. أها أها ادي بوري وادي بوري ادي بوري وادي بوري. وانا حكلل وافرح يوم العيد، حكلل وافرح يوم العيد، حكلل وافرح يوم العيد، ايوه حكلل وافرح يوم العيد. خلاص جاي لك يا ابو النور. خلاص يمه قربت المحاط. العصفور اللي عاش محبوس عيفرد جناحاته ويطير. عبتدى دقضع من راحة، عنسى الخوف، هعرف أضحك من قلبي، عنسى المشغولية والمسؤولية، عسهر كيف ما أنا عايز من غير ما يغلبني النوم. عارفة؟ عارفة يا من نور نفسي قابل مين؟ أبويا أبو مجار، عايز أقعد معاه كده. وأبويا المسعودي وحشني قوي، وحشتني طريقته في الكلام. إن ما قدرتش تهرب من الناس خلي الناس هي اللي تهرب منك. يا ده احنا هنقعد نحكي بالساعات. مشتاق مشتاق يا ام النور، مشتاق يا ام مشتاق.